مستمعين مستمعات إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم وسهلا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية قيم إنسانية. إذن في هذا العدد حيكون معنا ضيف العدد اللي هو الأستاذ غزالي حمزة، محامي لدى مجلس القضاء الجزائري، عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومدافع عن حقوق الإنسان. نشكرك أستاذ حمزة كي قبلت تكون معنا ضيف هذا العدد. عفوا، انا نتشرف بالمرور معكم، مرحبا. لماذا يتم اعتقال الصحفيين من طرف السلطات الجزائريه بالرغم انهم يقومون بممارسه مهامهم كصحفيين؟ للأسف تعرف القانون اللي ينظم مهنة الصحفي في الجزائر يمنع أنه عندما تكون متابعة للصحفي أنه يتم إيداعه في الحبس مثل باقي، كي تكون الأفعال متابعة بها عندها علاقة بممارسة مهامه. ولكن في الواقع نرى عكس ذلك، لا سيما وأنه صحفي لا سيما الموضوعي، من المستحسن أو من المنطقي أنه لا يتم متابعته على ما يقوم به من عمله كصحفي، إلا أن الواقع يرينا عكس ذلك، يرينا أنه هناك العديد من المتابعات التي شهدناها ونشهدها إلى غاية اللحظة، لا سيما أنه البارح كانت هناك إدانة لأحد الصحفيين اللي لم يقم بشيء آخر سوى أنه قام بعمله. نحن نتأسف لمتابعة الصحفيين، لأنه الصحفي هو دوره نقل الحقيقة وليس إلا، وهذا يدخل في صميم المهام تاعهم والمهنة تاعهم. كسؤال آخر الذي أريد أن أطرحه، ما هي القوانين التي تنظم مهنة الصحافة في الجزائر؟ هناك قانون خاص ينظم مهنة الصحفي، ينظم شنو هما المهام تاعهم وشنو هما الحقوق وشنو هما الواجبات، وما بين المواد التي يعالجها ذات القانون هي المادة اللي كنت سبقت وتكلمت لك عليها، التي تمنع قانونا إيداع الصحفي الذي يتابع جزائيا أو أمام القضاء بمناسبة أداء مهامه، يعني ولا حتى في حال تطبيق بعض المواد من قانون العقوبات الصحفي يعني مبدئيا لا يجوز قانونا إيداعه الحبس مثله مثل باقي المتابعين القضائيين، حتى لا نقول باقي المجرمين، لأنه تعرف الإجرام هو مصطلح قانوني عكس ما يتصوره العامة. وما هي التهم؟ يعني لو نتكلم عن معظم التهم المنسوبة للصحفيين المعتقلين في الجزائر، ما هي مختلف التهم المنسوبة إليهم؟ في أغلبها التي توجه عادة للصحفيين تتلخص في تهمة نشر الأخبار الكاذبة، وهي مادة استحددت مؤخرا، إضافة إلى المواد من قانون العقوبات التي أصبحت تنسب في كل مرة لممتهني الصحافة بمناسبة متابعتهم القضائية، لتتلخص أيضا في سواء المساس بحرمة الحياة الخاصة أو القذف. هذه هي في الأغلب المواد من قانون العقوبات التي يتابع بها الصحفيين عادة، واللي تكون العقوبات تاعها يعني ما بين سنة إلى 3 سنوات على الأكثر. وما هي التهم التي يتابع من خلالها المدافعون عن حقوق الإنسان اليوم في الجزائر؟ التي توجه للحقوقيين في الجزائر، بما أنه رانا نتكلم على التهم الموجهة على المستوى الداخلي، هي في أغلبها وتقدر تقول أنه منذ بداية الحراك، ولو أنه
ما راهوش من بداية الحراك التي أصبحت هناك متابعة ضد المدافعين أو الحقوقيين، وإنما تمتد إلى مرحلة تسبق الحراك، هي تتمحور اللواتي في المساس بحرمة، في المساس بالوحدة الوطنية والمساس بالأمن الوطني. هذه التهم التي رأيناها منذ الحراك إلى غاية اليوم، فيما أنه كانت هناك بعض المتابعات قبل الحراك كانت تتمحور في المساس في إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية. هي التهم التي نراها في كل مرة تعاد وتنسب للحقوقي. ما يخص التجمهر هي تهمة التي تنسب عادة للأشخاص الذين يتابعون بمناسبة قيامهم بوقفات أو وفي بعض الأحيان الأخرى تمت متابعتهم بها ولم تكن هناك أصلا وقفات، لأنه حتى يتم تطبيق المادة في صحيح منطقها يجب أن تكون عندها شروط، وفي بعض الأحيان تكون أصلا شروط المادة غير متوفرة، ومع ذلك يتم متابعة المواطنين وإدانتهم على أساس لذلك. ونحن نتأسف كحقوقيين، نتأسف جدا لذلك، لهذه الحقيقة. إذن كلمة أخيرة أستاذ حمزة للمستمعين والمستمعات، أو إضافة لو تريد أن تضيف شيء حول هذا الموضوع. احنا يعني الكلمه الاخيره اللي بودي نقولها، انه نتمنى كحقوقيين انه توقف هذه المتابعات، او على الاقل ان يطبق صحيح القانون فيما يخص مبدا شرعيه المتابعه، لانه تعرف في قانون العقوبات انه ليس هناك مجال للتفسير. يعني يا كاين الجريمه قائمه انطبقوا القانون، ما كاش جريمة نعود نولو للمبدأ الأساسي اللي هو البراءة، لأن الناس كلهم بريئين إلى غاية إثبات ذلك من قبل هيئة قضائية حيادية. نتمنى أن تتوقف المتابعات فيما يخص الحقوقيين، نتمنى أن يكون هناك مجال أوسع للناس للتعبير بكل راحة وبكل استقلالية عن آرائها، لا سيما الآراء المتعلقة بحقوقها الأساسية، من حيث أنهم مواطنين ولهم كل الحقوق أنهم يمارسوها، سواء السياسية وسواء الاجتماعية، حتى يعبرون عن آرائهم، وهذا يدخل في صلب ممارسة المواطن. وشكرا. إذن مستمعين ومستمعات إذاعة ما لا صوت لهم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. نشكرك أنت أستاذ حمزة كي كنت معنا ضيف هذا العدد لحصة قيم إنسانية، ونشكرك ثاني كي مديتنا من وقتك وكنت معنا ضيف هذا العدد. إذن مستمعين مستمعات إذاعة ما لا صوت لهم، نعطوكم موعد آخر في أسبوع آخر مع ضيف آخر. بقوا على خير.